احنا كنا قاعدين فوق على الطابق الاخير، ما شفنا صاروخين طلعت. الحمد لله اقول حال انه ما صار فينا شيء، بس ايش طابق اخوي معاد طابق معتصم، هم هذولا ما لهم يشوف شيء ولا لهم في حاجه، مش عارف انا ايش خبطوهم. حسبي الله ونعم الوكيل. في شهداء معاد معتصم، وفي نازحين عندنا كمان حوالي يمكن 4، وفي اصابات حوالي كمان 4. كنا قاعدين في الليل في المحل هنا، والمحل بنام فيه طبعا، وفيش الساعة تقريبا 10، بين 11 والعشرة ونص نزل صاروخين على دار غراب هنا، وطلعوا طبعا شهداء وأطفال، واستشهد الصحفي معتصم غراب، واستشهد أخوه، وفي كان عندهم نازحين أطفال برضو استشهد من عندهم 2. تخلص الحرب وتفكنا معي، كل يوم نفقد حبايب وغاليين علينا، يعني ما فيش وسع، ضل تعبنا تعبنا الأمانة تعبنا، قلنا الله أحسن من كل شيء.